في كل عام وفي شهر أيلول بالتحديد يتجه المؤمنون إلى موقع الجنة المقفلة الواقع في وسط قرية إرطاس في مدينة بيت لحم، وفي هذه الكنيسة بالتحديد التي بنيت قبل أكثر من 100 عام، وذلك للاحتفال بعيد أمنا مريم العذراء سيدة الجنة المقفلة. أقيم قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران بولس مرقدسو جزيل الاحترام، والأب جورج دعبوب رئيس المزار، والأب يعقوب رفيدي رئيس المعهد الإكليريكي، والأب جوني بحبح والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي. امتلأت مقاعد الكنيسة بالمؤمنين والضيوف والجمعيات والرهبانيات ومن مختلف المناطق المجاورة. جنة مقفلة معناته مريم العذراء مقفلة عن كل خطأ، عن كل عيب، الحبل بلا دنس. عين مختومة مريم العذراء هي نبع النعم، كل واحد بيلتجئ لها مريم العذراء أكيد بتلبي طلبه. هلأ نحن فرحتنا اليوم أكبر فرحة لأننا بنحتفل في هذا العيد، نطلب في السلام من مريم العذراء للعالم أجمع، للعائلة. حسب التقليد المتبع يتبع القداس دورة احتفالية بتمثال مريم العذراء سيدة الجنة المقفلة الذي رفع على الأكتاف وكلل بأجمل الورود، كما وأحيا طلاب المعهد الإكليريكي ترتيل الدورة برفقة جموع المؤمنين. للنورسات مارلين الحدوى من قرية إرطاس بيت لحم.